تحياتي كابتن زيد وتحياتي لجمهور العراقي. اليوم عندنا مواضيع حوارة نتكلم بها مع كابتن زيد. زيد شرفتنا اليوم. شكرا جزيلا أخ حسنين، وأني سعيد أنه أكون متواجد وياك بالبرنامج معتك. حبيبي زيد. زيد نبدي موضوع كبير، أريد بس أشوف يعني تفكيرك شنو المشاكل حاليا موجودة بالمنتخب العراقي، شنو رأيك على اللي يصير هسه ويا مدرب أدفوكيت والتغييرات اللي تكون سبب الفريق؟ والله يعني بخصوص المشاكل يعني ما أعرف أنا شخصيا اللي دي يصير هناك، بس حاليا يعني ما أعرف الوضع، ما أعرف شلون حاليا بالمنتخب. أنا يعني بصراحة يعني أريد رأيك ك ناحية تكتيكية، مو ك يعني معلومات داخل المنتخب. أريد يعني برأيك كلاعب تفتهم بالطابة وتفتهم بالتكتيك، كمدرب أنت ككوتش شنو دا تشوف المشاكل الموجودة؟ والله إذا نجي من ناحية التكتيكية والشغلات يعني بالمنتخب، إحنا حاليا ينقصنا قائد بالملعب، هذا اللي يفتقده منتخب العراق، إنه شخص قائد بالمباراة يعني بالمباريات. بس عندنا أحمد إبراهيم، عندنا علي عدنان، عندنا علاء عبد الزهرة، هذول اللاعبين عندهم واي خبرة، أعمارهم يعني كبار، مفروض هم أحمد إبراهيم قائد، مفروض علي عدنان قائد. والله يعني أنا أقول لك عن المباراة الأخيرة اللي شفتها مع منتخب كوريا الجنوبية، ما شفت يعني قائد بالملعب صراحة، ويعني لعب ما عندنا تكتيك لعب، يعني هذا اللي شاهدته ضد منتخب كوريا بصراحة. زين أنت المباراة الأخيرة زين أنت تقول ماكو قائد، شنو اللي شفته بحيث خلاك تحس ماكو صدق قائد بالفريق؟ شنو في شيء معين صار له ناحية عامة، شنو خلاك تشعر هذا الشيء؟ والله أنا أشوف أقول لك يعني إحنا ينقصنا قائد وروح بالملعب، يعني أنا يعني مدى أشوف إنه أكو روح بالملعب، يعني ما أعرف اللاعبين، ما أعرف شنو السبب صراحة اللي دا يصير هيجي. هاي الآخر فترة شفنا 6 لاعبين محترفين ضايفيهم بالمنتخب، وأربع منهم لاعبين بالسويد، مهند ربن كان موجود بالسويد، جلوان وبعد منو وأمير، وعندك وياهم نعم. فرانس وعلي الحمادي، فرانس دنمارك حمادي من انجلترا بالضبط. فالأربعة الآخرين كانوا يعني عايشين بالسويد، لاعبين بالدوري السويدي. أريد أسألك أنت عايش بالسويد صار لك فترة، شنو أكبر فرق بين اللاعب المحلي واللاعب السويدي أو الأوروبي؟ بالنسبة للاعبين اللي عايشين برا العراقيين، يعني العراقيين نعم. هم متأسسين صح يعني من كل النواحي، تأسيسهم صح، إذا تجي الشغلات يعني من التمارين من التغذية والشغلات الثانية، اللاعب اللي عايش برا العراقي أكررها، هو تأسيسه يكون 100% صح يعني من ناحية هالشغلات. إنما اللاعب العراقي اللي المحلي طبعاً هم كلهم أخواننا ونحبهم وماكو فرق طبعاً، ممكن ينقص هالشي يعني، بس إنما اللاعب العراقي دائماً يولد وعنده الموهبة إنه تلعب كرة قدم، عنده الموهبة ليعمل دريبل، يعني موهبة لاعب كرة قدم، بس أكو شغلات يعني لازم تضيف لها، وهاي اللي الشغلات موجودة بأوروبا أحسن من ما موجودة بلدنا العراق، يعني شوية نفتقد هالشي. إحنا شنو تصور الأساس يعني أساس صح، يعني اللاعب اللي جاي من برا يكون دائما أساسه صح، يعني متأسس صح.
شنو التغيير اللي لازم نشوفه بالكرة العراقية بحيث نوصل نفس المرحلة الموجودة بالدول الأخرى؟ والله يعني هواية تغييرات يراد لها بصراحة، يعني لازم نبدي مثلا من الأندية، نبدي من الأعمار الصغيرة، نأسسهم صح، هذا اللي لازم نبدي بيه، يعني نأسس الأندية صح. أنا معظم الأندية يعني ما عندهم ملاعب تدريب، تمارين يعني مو بروفيشنال مثل ما التمارين اللي برا، يعني تعرف شلون، يعني هواية أمور بصراحة، ما يعني ما أعرف مين أبدي لك بيها، يعني هواية يرادلنا حتى نوصل للبلدان اللي متقدمة، يعني تعرف شلون، وإحنا ما نروح بعيد، يعني خلي يجون اللي موجودين، يعني هم الأخوان اللي بالعراق يشوفون الدول الخليج شلون تأسس اللاعبين هنا، فهاي الشغلة جدا مهمة انه تأسس اللاعب صح. يعني انا قلت لك احنا بالعراق ما شاء الله عندنا الموهبة وعندنا اللاعبين من الفطرة يعني تطلع، بس ينقصنا التأسيس الصح، ده تعرف شلون، يعني شغلات اللي بالملعب هذا اللي نفتقدها، يفتقدوها اللاعبين المحليين. زين، آخر مبارتين ضد سوريا انتهت 1-1، وللأسف الخسارة ضد كوريا 3-0. شنو برأيك كتكتيكي الأخطاء اللي كانت موجودة بالفريق غير جهة والله ابدي نظرك؟ لك اني بالمباراه الثانيه اللي ضد كوريا، انه انا كنت حاضر المباراه يعني بالملعب، نعم. بدايتنا جدا غلط بصراحه، يعني انا شفت انه البدايه جدا غلط، انه فريقنا كان متراجع يعني جدا، جميع اللاعبين مالتنا متراجعين بالملعب مالتنا، فهذا الشيء شفته انه غلط، يعني احنا ما دنا نلعب ضد البرازيل او دنا نلعب ضد الارجنتين او المانيا، يعني اوكي كوريا الجنوبيه يعني منتخب جيد وهاي، بس مو ذاك المنتخب اللي يعني متوقعي، مو كوريا اللي كانت بالزمان، يعني احنا لعبنا غلط، فريقنا متراجع، ودائما من نقطع كرات رأسا نلعب سنتر يعني باص طويل الكرة على علي حمادي، واللاعب يعني ما يقدر يسوي شيء بين أربعة، يعني لاعب شاب وتنقصه الخبرة، يعني صعب صعب تعرف شلون، فما كان عندنا لعب، ما شفت إنه كان عندنا بناء هجمة صحيح، باصات صحيحة، يعني ما عندنا 3 باصات متتالية، فاحنا اللي خلينا كوريا تفوز المباراه، يعني انا يعني لاحظت شغله، يعني احنا هجمنا هجمه واحده بالشوط الاول، الدفاع الكوري ارتبك شويه وما استمرينا، الفريق متراجع، يعني انت من تلعب هالخطه ما راح تفوز، يعني انت اذا تلعب انه لا يا تريد نقطه يا تخسر، والفريق اللي يدافع ما يفوز مباراه، ده تعرف شلون، فهذا الغلط كان بالمباراة، يعني احنا مع الأسف يعني هو الشيء الغريب زيد، التشكيلة كفريق كان فريق هجومي، يعني تعرف خال علي الحمادي هجوم، ويا بشار، ويا كان محمد قاسم، وفي الوسط الصور كان أمجد عطوان وعبود، فتشكيلة كانت أكثر هجومية من الفريق اللي كان لاعب ضد سوريا. بس تفاجأت شفت رأسا، يعني حتى ويا هذا الفريق ماكو أي صناعة فرص حقيقية، ماكو فرص جتي من طريقة لعبنا، ولا من يعني الباصات والحركة، وكل شيء مقدمه كفريق هجومي. بس لعبة سوريا تختلف، أنت شفت المباراة ضد سوريا؟ اي اكيد شفت المباراه ضد سوريا، شنو رأيك على ذيش الأداء؟ والله اداء يعني مقنع يعني نوعا ما، بس يعني المفروض كان نطلع بنقاط اكثر بصراحه، وكنت اتمنى اشراك
أمير عماري من البداية، ولاحظت يعني احنا كان عندنا فرص وكان عندنا لاعبين على أظهر الجناح كان المفروض نستغلهم أكثر. يعني أنا قاعد أشوف المباراة، يعني عندك جعاز اللي هو صانع تقريبا 7 أهداف بالدوري السويدي أو أكثر. جعاز يصعد دائما بالناحية مالته، فأني يمكن حسبت له 4 5 مرات صعد بالناحية سوى فراغ وما توصل له الكرة بالمباراة. ف يعني هذا الشيء ما أعرف ليش شنو السبب مالته يعني. فللأسف يعني هم نقول الحمد لله على نقطة، يعني أحسن ما إنه طلعنا خسرانين، بس مع الأسف يعني لازم نستغل الفرص اللي تجينا. زين آه للأسف يعني احنا دا نسجل حاليا، احنا شنو السبت تقريبا توقيت دبي توقيت بغداد، يعني 7:15 لحد الآن القائمة لكأس العرب مناقضيها، ما حاكي عن القائمة الأخيرة. أكو أمل نشوف أخوك أحمد ياسين بالمنتخب ولا؟ سمعنا كان أكو خبر من قديم بس أكو تغييرات. والله ان شاء الله طبعا اتمنى هالشيء انه يكون متواجد، واحمد ان شاء الله راح يلعب يوم الاثنين مباراة بالدوري السويدي، الله يوفقك. واكيد يعني اتمنى انه يكون متواجد كأس العرب بصراحة. شلون هو شلون هاي الاصابه؟ للاسف كانت مبينه شديده، ويعني وايد انقهرت من سمعت هذا الخبر. شنو صار بالضبط؟ ويعني ايش عجب هالتاخير بال والله هو شوف صارت له الإصابة وسوى عملية، يعني سوى له إياه من أحسن الدكاترة في أوروبا تقدر تقول، والحمد لله والشكر صار له فترة دا يسوي إعادة تأهيل ودا يتمرن يعني. وما شاء الله هو جسمه يعني زين، يعني أكو غير لاعبين يعني من تجي إصابة يعني تشوفه مثلا من يرجع يعني زايد كم كيلو، بس هو الحمد لله والشكر يعني محافظ على على جسمه وده يتمرن يعني صار له فترة طويلة. وأيضا يعني صار له فترة يعني من شهر أو أكثر هو داخل بالتدريب مع الفريق يعني، فإن شاء الله هالأسبوع يشترك مع الفريق أوروبرو. هو أمان يعني الحمد لله على سلامته، إن شاء الله نشوفه بالقريب. هو عقده ينتهي بنهاية السنة، نهاية موسم السويدي مو؟ نعم هو قرر إنه يوقع بس لنهاية الموسم، نعم. وتعرف هاي صارت من صالحه من ناحية إنه الفريق هبط للدرجة الأولى، ف يعني إنه أحسن ما الحمد يعني لله. وقع سنتين. أي بس يعني هو ناوي يبقى بالسويد، يطلع الخارج، يبقى بأوروبا، يجي الخليج؟ اكو معلومات تقدر تعطينا؟ والله خلي يرجع إن شاء الله ونشوف وين يعني اتجاهه الجاي، إن شاء الله يصير خير ان شاء الله خير، بس يكون نادي يعني زين إن شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله اكيد. إن شاء الله شنو توقعاتك لكأس العرب؟ عندنا بالجروب مالتنا عندنا عمان، قطر بحرين، قطر. قطر اي والله أتمنى انت اول يعني ما تكون متواجد بالمباراة انت إن اكيد. شاء الله إن شاء الله. أي يعني أعتقد من مجموعاتنا العراق وقطر راح يصعدون. ترى يعني صار لنا فترة لعبة ومفايزين، البحرين صار لنا مفايزين عليهم، قطر خوش فريق، عمان عنده أيوة إمكانية جيدة، فازوا على اليابان، يعني مو مجموعة ضعيفة. نعم فاحكي لنا اوكي لعبة بلعبة، منو على من نفوز، على من اكو تعادل، شنو تتخيل يكون؟ إذا أحكي من الناحية العاطفية إن شاء الله نفوز كل اللعبات اللي بالمجموعة، بس أعتقد يعني إنه ممكن نجيب 5 نقاط بالمجموعة الفوز على تقريبا. من؟
على بحرين، على عمان، قطر؟ على عمان. على عمان. إن شاء الله إن شاء الله. خوش. لعد ذا هيجي نوصل المرحلة الثانية، النوك أوت ستيجز، منو تتوقع يفوز كأس العرب؟ عندك يعني عندك مصر، عندك الجزائر، تونس خوش فريق، عندك قطر، السعودية، عندك بعد منو إمارات احتمال توصل المرحلة الثانية. هذا السؤال. والله شوف، أكيد نتمنى العراق يفوز، بس مثل ما ذكرت يعني عندك المنتخب المصري وعندك منتخب الجزائري، فأنا بصراحة يعني أرشح منتخب الجزائري، وإن شاء الله العراق يفوز، بس أعتقد الجزائر إن شاء الله العراق، بس الجزائر يعني أعتقد راح يكون له شيء بهالبطولة بصراحة. ولا تنسى منتخب المغرب همينة. نعم المغرب. نشوف يعني كمثل الفريق السعودي، أكثر اللاعبين جابيهم تحت 23 ورايطوهم فرصة يلعبون بكأس العرب. أنت برأيك أفضل إذا العراق كان يعني مسوي نفس الحركة، لو تريد العراق يخلي فريق أساسي ويعني يصير عندهم انسجام، أو نحتاج تحسن بالفريق اللعبات القادمة؟ والله شوف، بالنسبة لما تفضلت بيه هسه، احنا لو بمجموعة كأس العالم يعني بالكواليفيكيشن مال كأس العالم لو مركزنا زين، كان اقول لك والله يا ريت نشارك بالمنتخب الاولمبي مع كم لاعب محترف ياخذ فرصته الحقيقية بهاي البطولة ويشوفون ناس يعني. بس أنا أقول لا، يعني بهذه البطولة لازم نشارك المنتخب، والمدرب لازم ياخذ بعد يسوي خطة نهائية للمنتخب، يعني يجيب اللاعبين اللي يقتنع به يبقيه بعد، واللي ما يقتنع به بعد خلاص يعني. وأكو لاعبين همينة يعني أعتقد أنه سووا عليهم بالمنتخب ومشكورين يعني، بس في الوقت الحالي ما يعني أشوف مستواهم مو مال المنتخب صراحة، وما راح أذكر أي اسم من اللاعبين يعني. أنت تتابع فريق الأولمبي كابتن زيد؟ والله ما أتابع بصراحة، بس أعتقد شفت لقطات بس. وأريد أسألك، أكو لاعب أكو لاعب اسمه زيدان إقبال، بصراحة شفت كم هايلايتس منه، بصراحة لاعب عنده مستقبل جدا حلو، بس يراد بعد خبرة أكثر يعني إذا نحكي على المنتخب الأول. وأريد أقول شغلة اللخم يعني بالنسبة للمنتخب الأول، علي حمادي أتوقع المستقبل ما شاء الله يعني، وإن شاء الله أتوقع المستقبل باهر، بس أتمنى أنه نهدأ عليه شوية، أنه ما نحط البريس عليه يعني الضغط، لأن لاعب هذا بعده يعني تعرف شلون يعني، ما يصير نحط ضغط عليه أنه لازم هو يسوي شو هو يعني. أنا نصيحة من عندي إلى للاعب، أنه أنت عندك كل المواصفات ما شاء الله وهاي، بس أريدك أنه تهدأ قدام الهدف، أنه تهدأ بالساحة شوية، شغلة طبيعية هاي، أنه لاعب شاب يحب يكون كل مكان بالملعب يعني، هاي شغلة جدا طبيعية، بس اللي أطلبه منه أنه أنت لاعب جيد وعندك مستقبل جيد إن شاء الله، ومتوقع أنه راح تمثل أندية أوروبية هم بعد يعني، إذا مو يعني بالنادي اللي أنت بي يعني، إن شاء الله أندية أحسن. فاللي أطلبه من عندك بس اهدأ بالملعب، وصدقني لك مستقبل جيد، وأنا جدا معجب بأدائه بالساحة يعني بصراحة يعني تفاجأت بي. كابتن زيد، عندنا أكون صريح ويانا، تتوقع أكو فرصة حقيقية
نتأهل كأس العالم 2022، لو هذا حلم بعيد. والله يعني شو أقول لك بصراحة، التيبلز ما يكذب الواقع هسه، النتائج نتائجنا ما تطمن يعني. بعتقد المجموعة انحسمت يعني بعد بين إيران وكوريا، وأتمنى إنه البطاقة الثالثة تكون من نصيبنا، بس إذا نحكي واقع أعتقد يعني إن شاء الله نصعد، أتمنى من الله، بس أعتقد صعب إنه، لأن أنت إذا طلعت الثالثة حتقابل المجموعة الثانية، وراح يجيك يا اليابان يا أستراليا. لو السعودية يعني من أرض. السعودية تقدر تقول يعني تأهلت، يعني نقدر نقول بالنسبة 70% تأهلت إلى كأس العالم. نعم. يعني هل نقدر نواجه المنتخبات؟ فعلينا إنه نصحى من هسه، وماكو شيء مستحيل بكرة القدم يعني. نعم. يعني لازم بس يتغير كم شغلة بالمنتخب وإن شاء الله. كابتن زيد، أسألك بموضوع القائد بالمنتخب العراقي. أكو خبر راح يقولون ياسر قاسم راح يكون موجود بالقائمة، وهو راح يكون الكابتن الفريق. هو هذا الحل للمنتخب العراقي لو لا؟ والله أختصر لك بس بخصوص اللي ذكرته، مع الأسف يعني ناكر جميل، بس هذا الشيء، هذا جوابي، وتقدر ما أحب أدخل بالتفاصيل بعد، بس إنه ناكر جميل اللي ذكرته، وش وما مع الأسف. اوكي كابتن. والسؤال الاخر لك، جلوان حمد ليش تتصور مشارك بالمباراة الاخر اثنين؟ وشنو تحس اكو في الشيء صاير بينه هو والمدرب؟ ليش ما شفناه؟ تعرف لاعب مهاراته جدا عالية، ولاعب خبرة، ولاعب بحول العالم ضد كوريا بالدوري الكوري، لعب مع الفريق السويدي الأساسي بلعبات ودية. شنو صار بحيث ما شفنا جلوان؟ والله أولا هذا قرار المدرب أنه ما أشرك، بس يعني كنت أتمنى أنه أشاهد جيلوان في على الأقل في مباراة كوريا، لأن عنده خبرة من الدوري الكوري، ومثل ما تفضلت هو لاعب في الدوري الكوري سابقا، وما أعرف يعني شنو السبب أنه عدم إشراك جيلوان حمد يعني. فأنا أعتقد أنه لو ما أخذ الفرصة كان قدم مستوى حلو بصراحة، بس والله هو الشيء اللي ما استغرب. أعرف شنو ليش ما أشركوه بالمباراة يعني. ما أريد ندخل يعني بأمور ثانية، ايوه بس كنت أتمنى جيلوان يلعب بمباراة كوريا. والله انا متاكد اذا جيلوان كان شارك باللعبه ضد سوريا، متاكد هاي اللعبه نفوسها. انت تعرف حكيت موضوع ماكو قائد، والله اتذكر لعبه الامارات، هذا الشيء حسيت نفس كلامك. من الامارات قالت اول جول، انا كنت موجود بالملعب وباوعت على الفريق، يعني انتبهت عليهم وشفت يعني رد فعل اللاعبين الموجودين بالساحه شنو كان. كلهم يعني واقفين هيك منصدمين، واحد لازم راسه هيك شي، واحد يعني حسيت ماكو ثقه بالفريق، حسيت الفريق نعم ما يحس روحه راح يفوز هاي اللعبه. و سبحان الله من دخل امير واجى الهدف الاول حسيت تغيير كبير. بس يعني امير لاعب صغير بالعمر مقارنة للآخرين بالساحة. عندك يعني عندك أحمد إبراهيم، علي عدنان، عندك علاء عبد الزهرة كان أساسي ذيك اللعبة. دول اللاعبين المفروض هم القائدين بالفريق، بس ما نشوف هذا الشيء. ف
ما أدري، عجيب عجيب، بس أنا متفق وياك بهذا الموضوع. فكابتن هي هذا الشيء تجي من النتائج، يعني انت من تخسر وما تقدم او واحد الثقة تروح، يعني تعرف شلون، يعني واحد يقوم يخاف انه يسوي اقل غلطة بالملعب فيقوم تركيزه يروح. تتصور كابتن زيد، انت تعرف يعني اخوك اكيد حاجي وياك بهذا الموضوع، تتصور اكو يعني واحدة من الاسباب اكو هذا الضغط موجود على اللاعبين العراقيين من وراء المشجعين، من وراء يعني السوشيال ميديا والكلام الجمهور يحكي مرات من المباراة خسارة ويشتمون على اللاعب، تصور هذا اكو يعني اثر على اللاعب لو لا؟ أكيد اللاعب بالنهاية يعني بشر مثلي مثلك، فأي لاعب يتأثر من إذا صار شتم عليه أو كلمات، أكيد كل اللاعبين يتأثرون. بس مثل بس كابتن مثل يعني ما ما تقول اكو أقدر لاعب، أقول لك عفوا اقاطعك عفوا كابتن، بس اكو ناس تقول لك هذا اللاعب لاعب لابس قميص العراقي، هذا عنده مسؤولية لازم يتحمل هذا الضغط، لازم هو يعني يعرف يقاوم هذا الضغط، واذا هو كشخص ما يعرف يقاوم هذا الضغط ليجي يلعب ويا المنتخب. انت اول وتالي لاعب يعني تمثل كم مليون عراقي، يعني الله أعلم شم عراق أكون موجود، مو بس بالعراق بس خارج العراق، فأنت من تلبس هذا القميص لازم تتحمل هاي المسؤولية، حتى لو واحد حكي عليك، حتى لو الجمهور ما راضي بأدائك، لازم تستمر ولازم تعرف. يعني هذا بعد آراء الجمهور، يعني أكيد كل واحد يريد منتخبه يفوز أو فريق اللي شجعه يفوز، ف يعني ما أعرف شو أقول لك من ناحية يعني جمهور بعد ما تقدر تقول شيء، يعني ف صعبة صعبة، يعني أكيد وإنه هذا بلدك وده يخسر، أكيد جمهورنا شوية ما شاء الله يعني يحب المنتخب هواية، وأكيد هاي مشاعرهم تطلع، بس صدقني غلابة واحدة ينسون، جمهورنا عاطفيين كلش، يعني تقدر تنسيهم بغلابة واحدة، تنسيهم كل هالشغلات. خلينا نفوز اليوم لعبة واحدة عدوك يصير ثاني، أي اليوم هو صح ضدك، بس إذا فزت هو راح يصير وياك، يصير لاعب ال 12 وياك، فجمهورنا عاطفي، يعني هاي شغلة عادية، فما أقدر أقول يعني إنه إذا غلط أو يعني هذا الجمهور بعد هاي شو تسوي. هذا السؤال الأخير لك كابتن زيد، ولو أخذنا من وقتك هواية، لا شو وقت راح نشوف أحمد أخوك إن شاء الله موجود على الصفحة مالتنا نسوي لقاء وياه؟ والله إن شاء الله على قريب. إن شاء الله كابتن، هواية أشكرك، أخذنا من وقتك، شكرا جزيلا، وأتمنى أنه يعني تمتعتوا مثل ما يقولون أو أكيد أكيد أكيد. أي. كابتن تحياتي لك وتحياتي للجمهور، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.